إنه كان توابا. يعني أبشرك دامك تستغفر ربك بيتوب. ترى المشكلة مو بأنك تذنب، الذنب مذنبين اللي اذنينا ما عندنا من الذنوب، لكن هل أنت وأنت تذنب تستغفر؟ إذا فتح الله لك بعد الذنب توبة واستغفار وانكسار وندم، وقال إن خلطت الندم بدمعة فيها خشية لله وفيها ندم على ما مضى، بشر والله بالخير. ولذلك مثل ما قال أبو عبد الملك، ونجمعت أفضل استغفار هو جمع التسبيح مع طلب المغفرة، واللي قالها الحبيب عندما نزل. كانت عائشة تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يتأول القرآن، إذا ركعوا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وقلوها سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، فتجمع بين تسبيح وحمد وطلب المغفرة. يلا من فضلك اللي تفتح لنا الثلاث في نعمة.